ننتقل إلى ضيفنا، عودة إلى ضيفنا. هل ضيفنا جاهز؟ رائد الخضر من دبي، رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب، أهلا ومرحبا بك مجددا. كنا نتحدث عن البيتكوين والخسائر الحادة التي وصلت إليها البيتكوين. كان هناك يعني حديث أن هناك حديث عن يعني هناك أن يحدث فقاعة في العملات الرقمية، لكن هناك كان تفاؤل بأن تستمر هذه الارتفاعات على البيتكوين. بالتالي ما تفسيرك لهذه الخسائر، وخاصة بعض الحكومات من كوريا الجنوبية والصين قد تمنع التداول بهذه العملات؟ طبعا أي تدخل تشريعي مجددا يضغط بشكل كبير على تعاملات العملات المشفرة إجمالا. التراجع اللي شهدناه على البيتكوين يعني أولا انخفاض الماركت كاب أو الحصة السوقية بحوالي 200 مليار، لكن من مستويات 800 مليار، فإجمالا ذلك يضغط بلا شك على تعاملات البيتكوين. هذا ليس أول تدخل. طبعا الصين كانت في شهر سبتمبر الماضي قد منعت الاي سي اوز أو هي عمليات الاكتتاب أو الإطلاق العملات الرقمية. الآن عودة مجددا لهذه الضغوطات البيعية على العملات المشفرة، ذلك بنتيجة التذبذب الكبير الذي تشهده العملات الرقمية إجمالا، وهذه طبيعة هذه الأصول الجديدة، طبيعتها متذبذبة بشكل كبير، فهي تمثل انطلاقة سيستم جديد ويعني عالم جديد، خلينا نقول بالفاينانشال ستراكشر او البنيه الماليه. اجمالا ما يعني نريد ان نلفت الانتباه اليه، نعم يوجد انخفاضات حاده وتضغط التشريعات بشكل كبير، لكن اساس وجود هذه العملات لا يزال موجود ولا يزال باقي، وبالتالي هذا الذي يعطي البوتنشال. نحن حتى الان في المراحل البدايات بالنسبه لمثل هذه العملات، بالتالي يوجد أمل أو مستقبل لها. طيب أنت متفائل بأن يكون هناك ارتفاعات قادمة، يعني كيف ترى مستقبل موثوقية العملات المشفرة بين المتداولين بعد ما انتقدت كثير من حكومات العالم هذا النوع من العملات والتعاملات، داعية بأنها غير قانونية تارة وأنها فقاعة سعرية تارة أخرى؟ ولماذا لم تتدخل الحكومات برأيك، البنوك المركزية، بتجديد الرقابة والإجراءات التنظيمية حول هذا الموضوع؟ مطلوب. حقيقة هذا المطلوب حاليا، تعاون أكبر من الجهات التشريعية، تدخل بشكل أكبر، ليس للمنع وإنما تؤدبت وتبني مثل هذه التكنولوجيا الجديدة، لأنه هي تمثل مستقبل جديد. طبعا في وضعها الحالي، رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.